برنامج أسفار وأخبار، نقف على الآثار فلا نعرفها، وعلى الشواهد فلا ندركها، وفي الآثار والشواهد روائع الأخبار تحلو بها مجالس السمار. أسفار وأخبار، برنامج تقدمه لكم آثار للأعمال التاريخية، ويصحبكم فيه الباحث في التاريخ عبد العزيز العويد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد مع جولة أخرى من تلك الأسفار المتضمنة روائع الأخبار. وهذه الرحلة رحلة كشف المخبأ عن فنون أوروبا لأحمد فارس الشدياق رحمه الله، والذي كان من أصل ماروني وتقلب في أكثر من طائفة نصرانية حتى استقر به الإسلام بعد ذلك، وصارت له جولات ورحلات في العديد من البلاد الإسلامية والأوروبية، وكان يعد من كبار المؤلفين. ولذلك لما دون رحلته هذه ضمنها الكثير من الفوائد والعبر. وكما اتفقنا مسبقا في عرضنا لمبدأ رحلته أن رحلته لا تخلو من وصف البلاد الأوروبية وصفا دقيقا مع ما فيها من اللطائف والشوارد الأدبية والتاريخية. تكلم أحمد فارس الشدياق رحمه الله عن طبيعة في البلاد الأوروبية أو في بعضها، وهو أنهم يضعون مع القمح، في بريطانيا يضعون حشيشا سميا. ما هو السبب؟ لأنهم يخافون على القمح من آفة تعرض له من الدود، فيزرعون بينه حشيشا سميا ليقتل هذا الدود، فإذا حصدوا القمح حصدوا معه الحشيش أيضا، وباعوه على هيئته دون أن يغيروا فيه أو ينظفوه أو غير ذلك، فربما أغفي فبقي مختلطا بالقمح وطحن معه، يطحن الحشيش المليء بالسم مع القمح، وقد وضعوا الحشيش من أجل أن يكافح الدود الذي يعرض له. يقول أحمد فارس الشدياق: وقد قرأت في كثير من صحف الأخبار أن كثيرا ماتوا من الخبز بعد أن يطحن ويطبخ ويعجن ويؤكل، وإذا بالإنسان يأكل قمحا أو خبزا مليئا بالسم. يقول هو: وهذا هو أيضا سبب وضعهم الملح مع البقول، فأعجبوا لقوم يطبخون طعامهم بلا ملح ويملحون مزروعاتهم ويسمونها، أي يضعون فيها السم. من جملة مشاهدات أحمد فارس الشدياق في أوروبا أيضا أنه قال في الكلام على الزهور والورود والأشجار غير المثمرة، يقول: أما أنواع الرياحين والزهور والأشجار غير المثمرة فكثيرة عندهم، وعنايتهم بها أشد من عنايتهم بالبقول المأكولة، على أن جل أزهارهم لا عرف له، يعني لا رائحة له، غير أني رأيت عندهم جملة أنواع من الزهور ذكية الرائحة مما هو في مالطة لا رائحة له أصلا، وكثيرا ما يذكرها المؤلفون منهم في كتبهم وتجربها النساء في محاوراتهم، حتى إن إحداهن سجنت مرة فكانت صواحبها يهادينها بباقات من الزهر، وفي أعياد ميلادهم يطرفن به فيغني ذلك عن طرف القماش والجواهر، يعني في الهدايا، فهي في الواقع صلة الرحم وسبب الوداد. يقول وهو الآن يتكلم عن جانب آخر يصف حال تلك المجتمعات، بل حتى بعض نسائهم اللواتي يرقصن في الملاهي أجلكم الله ينقطونهن بالزهور فقط لأنهن لهن عناية بالزهور ومحبة لها. من بين الأشياء التي ذكرها وهو يتكلم عن إنجلترا وما يتعلق بها، يقول: ومما من الله به على هذه البلاد أن ليس فيها حيات ولا عقارب ولا سوام أبرص ولا ابن آوى يعوي في الليل ولا نمس يأكل الدجاج
ولا بعوض يمنع من النوم ولا براغيث في الربيع إلا نادرا، ويكثر عندهم الجرذان تسمع شقشقتها وهي تجري تحت مخشب البيوت، وكذا البق لكثرة الألواح في منازلهم. وهذا من الغريب الذي يذكر عنهم، حتى إنه قال: وفي أواسط القرن السادس عشر زحفت مجموعة كبيرة من هذه الجرذان حتى دنت من باريس، تكلم الآن عن باريس، إلا أن كثيرا من جهات فرنسا لم يزل خاليا من هذه البلية. إذن هو يتكلم عن فرنسا ونظافتها أنها خالية من كثير من العقارب والحيات وغيرها، إلا ما يكون من الجرذان التي توجد فيها أحيانا. تكلم لنا أيضا أحمد فارس الشدياق في رحلته كشف المخبى عن فنون أوروبا عن طبيعة بيوت الأغنياء والمترفين، فقال: وأما بيوت الأغنياء والمترفين فلا شيء أجمل منها لإحكام بنائها وحسن ترتيبها، وحيطانها من الداخل مغطاة بالورق الفاخر المنقش، يعني ورق الجدران، هذا في القرن التاسع عشر، وطيقانها محكمة الوضع كبيرة قطع الزجاج، وهو يقارب البلور في الصفاء والبريق، ودرجها وأرضيتها من الخشب المتين، ولهم إسراف زائد في الأثاث، فإن أسرتهم وموائدهم وأصوينتهم وكراسيهم وخزائن كتبهم كلها من الخشب المسمى بالماهيكون، وقد يبلغ قيمة ذلك في الجملة نحو 500 ليرة، ومع ذلك فلن ترى لسيدة الدار حليا من الألماس أو شالا من الكشمير، وهي عكس عاداتنا. يعني بأن المرأة الفرنسية والأوروبية لها عناية ببيتها وأثاثها عناية كبيرة جدا، وفي نفس الوقت ليست لها اهتمامات بالحلي التي تكون من الألماس أو الثياب الفاخرة كالشال الكشميري كما أشار إليه في رحلته. من المشاهدات أيضا التي ذكرها محمد فارس الشدياق في رحلته ما يتعلق بدورات المياه أجلكم الله، قال: ومراحيضهم فبغاية النظافة والترتيب، حتى إن الفرنسيين إذا ذكروا مرحاضا على هذه الصفة قالوا إن المرحاض إنجليزي للدلالة على نظافته. قال: وكنت مرة ضيفا لأحد بخلائهم، فلما أصبحت طلبت الكنيفة فدللت عليه، مكان قضاء الحاجة دورة المياه، فإذا هو في غاية الزخرفة، هذا الآن في بيت البخيل، فإذا هو في غاية الزخرفة والإحكام حتى إني أحجمت عن فتحه واستعماله، وخطر ببالي حينئذ ما قاله بعض الظرفاء في بخيل أنفق على كنيف له 700 درهم قد استدانها: ليت شعري ما الذي يريد أن يقضي حاجته فيه. يعني هو مكان لقضاء الحاجة، كيف يبالغ الإنسان فيه مبالغة كبيرة جدا. وهذه العادة أيضا سرت إلى بلادنا، لكنها سرت متأخرة، فتدخل في بعض البيوت فتجد من عنايتهم بأماكن قضاء الحاجة العناية الكبيرة جدا، وهذا يرجع إلى طبائع الناس، والمراد ألا يكون على حساب أشياء أخرى كما يذكر الشدياق هنا عن ذلك البخيل الذي كان يبخل في كثير من الأمور، لكنه في نفس الوقت يبالغ في تدبير أمر دورة المياه عنده أو المراحيض كما سماها. من المشاهدات التي ذكرها أحمد فارس الشدياق في كتابه كشف المخبى عن فنون أوروبا، قال: ومن سوء التدبير في بلاد الفلاحين، يعني إنجلترا، أنه لا يقام في القرية من الشرطة إلا واحد، يعني لا يوجد فيها أمن، شرطة قليل، فلذلك يكثر فيها الحريق والسرقة، فإن أهل القرية إذا لم يستخدمهم مستأجر الأرض يبقون معطلين منتزعين إلى ارتكاب كل شر، فيعمدون إلى إحراق أكاديس القمح والحشيش المكدسة في الحقول في ليلة ذات ريح، فتسري النار إلى بعض البيوت وليس من يطفئها، ثم لا تلبث أن
تلاشيه بالكلية وتسري إلى غيره، فربما أحرقت القرية كلها في ليلة واحدة. وفي مدة شهرين من إقامتي بتلك القرية وقع 15 حريقة في أكداس الأغلال. كان سبب ذلك هؤلاء المعطلين عن الشغل تشفيا من غيظهم من مستأجر الأرض. ورأيت آثار قرية كانت تشتمل على 50 بيتا أحرقت بأجمعها في ليلة واحدة. بل إن كثيرا من هؤلاء الفجار ينهبون الكنائس، وقد يدخلون الديار من مداخل المواقد النافذة إلى السطح، ويسرقون ما قدروا عليه. وفي كل ليلة قبل النوم يوصي المخدوم خادمه والمخدومة خادمتها بإطفاء النار والنور. تكلم لنا أيضا أحمد فارس الشدياق عن التكافل الاجتماعي في إنجلترا وقيام الأغنياء على أحوال الفقراء، فيقول: أما العاجزون فإنهم يمكنون في المستشفى ويقوم بنفقتهم القادرون من الرعية، فإن الحكومة البريطانية لا تنفق شيئا على المستشفيات ولا على تصليح الطرق ولا على ترتيب الشرطة أيضا، إلا أن أكثر الناس يستنكفون من المكث في المستشفى، ومن أجبر على ذلك فإنه يجد له من يرعاه أحيانا، كما ذكر هنا أحمد فارس الشدياق رحمه الله تعالى. وقد ذكر أيضا قال: تقرر عند الإنجليز جميعا أن التصدق على الفقراء يحملهم على الكسل والتواني، فما يعطون فقيرا إذا مروا به ولو كان عريانا اعتمادا على وجود هذه المستشفيات. ويمكن أن يقال إن أكثر فقرهم هو انهماكهم في شرب المسكرات، فإنك ترى منهم فقراء كثيرين بأخلاق من الثياب، ومهما يكسبوه ينفقوه في الخمر. وهذا مهم أن نعرفه، أن أحيانا المداومة على التصدق على الفقير قد يفضي إلى عجزه وكسله وعدم رغبته في العمل. من المشاهدات أيضا التي ذكرها محمد فارس الشدياق في كتابه كشف المخبى عن فنون أوروبا ما يتعلق بولاية كاليفورنيا، فيقول: كان اكتشافها في سنة 1535 من الميلاد، وكانت في سنة 1846 من الميلاد تابعة لأعمال مكسيكو تحت استيلاء دولة إسبانيا، ثم استولت عليه الدول المتحدة، وكان كشف الذهب فيها في سنة 1817. وقيل إنه كان معروفا قبل هذا التاريخ لبعض الأشخاص والذين كانوا يكتمونه. وهذه اللفظة، أي لفظة هذه الولاية، محرفة في اللغة الإسبانية، محرفة عن اللغة الإسبانية، مكونة من مقطعين، لأن معنى كاليفورنيا أي الفرن الحامي. قال: ولا يبعد أن يكون هذا عربيا، فإن كالي محرفة عن قالي من قليت اللحم ونحوه، وفورنيا من الفرن، فورنا فورنيا فرن فورنيا فرن هكذا، ها، فكأنها بمعنى الفرن الحامي. من اللطائف أيضا التي ذكرها أحمد فارس الشدياق قوله في الشيب: يقال إن أحسن صبغ للشعر هو ما يتخذ من الرصاص، لكنه في نفس الأمر سم. من يستطيع أن يقوى على أن يصبغ شعره وشيبه بالرصاص؟ يبقى الشيب وهو وقار خير له من أن يصبغه في الرصاص. عيرتني بالشيب وهو وقار، يا ليتها عيرتني بما هو عار. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم آثار للأعمال التاريخية، برنامج أسفار وأخبار، للباحث في التاريخ عبد العزيز العويد.